نحكي على المليارات والسيارات الوظيفية وبرشا معناتها أسئلة تحوم حول هذه السيارات. توتسويت بونشو في البونشو اليوم نحكي مع طلال الفرشيشي عضو الهيئة التسييرية بمنظمة أنا يقظ، موجود معنا في المباشر. صباح النور، شكرا على قبول الدعوة. عاشق مدام، صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة تمتلك. مرحبا بك يا سي طلال الفرشيشي، نحب نفهمه شنو حكاية هالسيارات بالمليارات، هال 11 سيارة وظيفية بقيمة تفوق المليار، شنو هالحكاية؟ كنت فهمنا هالاقتناءات وقتاش صارت، شنو الجدوى منها، لشكون بالضبط؟ تفضل. والله هو الحقيقة ناس احنا في متابعتنا للاختراقات نتاع الدولة بصفة عامة، أيوة. ديما نتابعوا نوعا ما الشراءات نتاع الدولة ونقارنوا حسب التقريب القيمة متاعها بالجدوى ولا بالهدف من شراء تقريبا. أيوة. فبمتابعتنا وخلينا نذكر زادة ميسير خطفان ملف مشابه كان نذكر في 2019 رئيس بلدية صفاقس بعد توليه ولا بعد انتخابه بلدية أول حاجة عملها مشى شري سيارة سيارة من فاخرة من بي ام دبل في. والإشكال وقتها احنا حكينا عليه، حكينا على الموضوع لأنه مش لأنه العمل غير قانوني اللي عمل به، وإنما لأنه هز فلوس كانت المفروض تمشي لمشروع بيئي وهزها إلى شراء سيارة وسيارة فاخرة يعني. أيوة. فاحنا العتب نتاعنا على الاداره في ذلك الوقت هو انه اولا الرمزيه نتاع الفلوس اللي كانت ماشيه اللي على المشروع بيئي باش يحافظ على البلاد في ازمه نفايات كبيره يشري بها سياره، واثنين نوع السياره. نفس الشيء اليوم فما ملف لازم يتحل لانه يعني رئيس الجمهوريه يحكي برشا على التقشف، لكن التقشف ما لازمش يكون على المواطن، التقشف لازم يكون على اولا يبدا بالدوله الإدارة. يبدا السيارات الاداريه اليوم اليوم ملف السيارات الاداريه ملف يعني يرضيه، نعرف اللي فما ريزيستانس من عند الاداره لانه ترى انه زي برمي الاشياء اللي مكتسبات ترى، ولكن لما ترى انه الاداره ما تمشيش في نهج الدوله او النهج اللي تدعيه الدوله فيما يتعلق بالتقشف والشراءات وقتها نطفو عدد الاسئله. فاكتشفنا من ايامات يعني تم طلب عروض لاقتناء سيارات عملته الهيئه المستقله للانتخابات. ايوه. ووصلنا بيه انه اثمر الطلب هذا شراء 11 سياره من مجموعه فما سيارات معناتها طلب العروض لم يكن مثمر. دونك 11 سياره تم اقتنائها بقيمه مليار و170 مليون. السؤال اللي احنا معناتها لتو ما لقيناهوش اجابه، كيفاش تستحق الهيئة المستقلة للانتخابات 11 سيارة نجم قوالم فاخرة بما أنه قيمتها في حدود 100,000 دينار؟ هي سيارات فاخرة، منهم سبعة SUV يعني حتى من ناحية المنطق في شراء السيارة قيمة السيارة 106 ملايين 106.8 في حدود، لأنه فما سبعة سيارات كيف هما ولا كل واحدة نوع ما همش كيف سبع سيارات من نفس الصنف واحد تمام في الإجراءات الإدارية يعني من أعلى صنف. قد إيه رسوم الكهرباء؟ ميسالش واسع بالك معنا سي طلال. تفاصيل عندنا تفاصيل عدد السيارات وعندنا اللي هما سبعة سيارات من نوع الصنف الأول وأربعة القيمة الجملية والقيمة الجملية نتاعهم. أنتم اجتهدتوا ما شوفوا قداش تسوى السيارات السبعة. شوفوا المجموعة نتاعهم أطرحوا منه ليبقى وقسموهم على الأربعة. لا ما نحبش نعمل إشهار لأنه لازمنا نعرفوا اسكو هي خالصة المعاليم أو غير خالصة المعاليم، فبالتالي ينجم يكون السمة في المارشي يتجاوز برشا 100 مليون. وذي لأني أقول لماذا توفق الهيئة مثل هذه الأموال على سيارات من هذه القيمة؟ يعني حتى من ناحية عملية أنا لأني أقول بلكشي للأعضاء الهيئة متاع الانتخابات أو هل هذا بشي يساهم في شفافية العملية الانتخابية؟ هل هذا بشي يساهم في أنه الناخب بشي يمشي ينتخب ويكون معناتها موتيفي بشي ينتخب؟ هل
ما انت اذوب برشا اسئله الحقيقه ما لقاهمش اجابه، وخاصه في الوضع الاقتصادي اللي نعيشه احنا اليوم. الحقيقه نجم في اخر نعرف اللي هو ماهوش شعبويه اللي نحكي فيه، لانه فما شكون يقول لك ايوا ابري السيارات الاداريه وبالقانون وقانون اللي عملوه. ليه عمرنا ما شككنا في الناحيه القانونيه، لانه اذا كان فما مشكله في الناحيه القانونيه رفعنا قضيه. فهمتني؟ والهيئه تبارك الله عليهم الحقيقه في اخر مره نزلنا ملف في علاقه بعدم احترام القوانين. ايوه كتبنا فضلت لها في المصنعه بعنوان 2023. احنا تو في 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 وضع في بلاد انه الفورماليزم جوريديك، معناتها في بلاصه ما القاعده القانونيه تجي باش تحل المشاكل نتاع ظاهره، لا الاعمال تقوم بها الاداره تصلحهم عن طريق قوانين. فالاشكال مش في القانون، الاشكال في الوقت اللي فيه الدوله مش قاعده تجيب في المواد الاساسيه ومش قاعده تجيب في الدويات بالطريقه اللي يستحقها التونسي لعدم افراغ العمله الصعبه وعدم يعني المس من الميزانيه اللي هي مزعبة. فالحقيقه نحب كل الادارات تعمل بنفس الطريقه وتمشي في نفس النهج اللي يحكي عليه رئيس الجمهوريه، ولازم يعطيه المثال. واضح. شكرا ليك. شكرا ليك طليل الفرشيشي، عضو الهيئة التسييرية بمنظمة أنا.